اهلا بيكم في مغربيات، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ومبارك عواشركم. زي ما اتفقنا قبل كده انه احنا السفره المغربيه عندنا في رمضان بتبقى الحاجات اللي فيها كلها ما بيبقاش اكل اكل اكل، بس بتبقى معجنات كلها او اغلبها معجنات. كل حاجه بتبقى بطبوط مسمن، بطبوط احنا نعمله دلوقتي بالمناسبه، المسمن، رزة القادر، رغايف، بغرير، كل الحاجات دي كلها. المهم تعالوا بقى اقول لكم النهارده هنعمل ايه ونكمل بقى بعد كده رخي. نقول هنعمل بقى ايه؟ هنعمل بطبوط معمر، بطبوط محشي لحمه مفرومه. هحتاج 500 جرام دقيق ابيض، 250 جرام سميدة أو السومولينا، على طول تحط نص الكمية، لو عايزة تعملي كيلو تحط نص كيلو. وهحتاج معلقة صغيرة خميرة، شوية ملح، ده للعجينة. الحشو بقى هحتاج بصلة مفرومة، طماطمية مقطعة صغير، معلقة كبيرة هريسة اختياري، لو مش عايز تحط الهريسة ما تحطيش، زيتون مقطع برضو اختياري، ملح وفلفل اسود قليل جدا، فلفل احمر، بابريكا، كمون وزعفران، طبعا مية دافية. يلا نبتدي. طيب نبتدي بقى، بسم الله، نحط الدقيق السميد او السومولينا، معلقة صغيرة خميرة، بس انا هحطها هنا عايز ادوبها الاول بس. واحط معاها ملح برضو، دوبها بالملح. بصي سهلة جدا، يعني العجينة دي سهلة جدا ما بتاخدش وقت. ونحط مية دافية شوية بس للعجن. اوكي ازود شوية واسيبها تتعجن واروح اعمل الحشو. دي بس من هنا، انا كده 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 انا مجهزه واحده، لان هقول لكم تتعمل ازاي، ما تاخدش وقت. اجيب حله المهم هسيبها تتعجن لمده 5 دقائق، بعد كده تطلعيها تسيبيها تهدى او تبرد شويه لمده 10 دقائق، وبعدين تفرديها بالنشابه وتقطعيها دوائر كده بس عشان وسيبها تتخمر لمدة ساعة أو ساعة ونص، كل ما تسيبت كل ما كان أحسن علشان تدي منظر ده. تعمليها تقطعيها دوائر، أنا طبعا عشان لازم تتخمر فكنت عاملاها، وتحطي فوطة وترصي عليها البطبوط، ترصي عليها العجينة وتغطيها تاني برضو وتسيبيها. تسويها ازاي بقى؟ تجيبي طاسة، طاسة تكون ما بتلزقش، وتعمليها عليها، تحمريها عليها من غير زيت ولا أي حاجة. طيب أنا عايزة بس كده، ماشي، احنا ممكن نطفي دي عشان نعرف نشتغل. هنحط زيت، بسم الله، عايز بس الزيت يسخن شوية ونبتدي نعمل الحشو. ممكن دي كمان اسخنها عشان اعمل البطبوط. حط البصل،
زي ما تكوني كده بتعصجي اللحمه، يعني نفس الطريقه العاديه بتاعه تعصيج اللحمه مع اختلاف التوابل. الطاسه تسخن ونحط، نبتدي بقى نعمل، هاي بنحط قلنا قليل جدا فلفل اسود، نحط ملح، وخلي بالك وانت بتحط الملح ما تزوديش ملح كتير لان انت اوريدي حاطه الملح في العجينه. الفلفل الاحمر بابريكا معلقه صغيره، كمون برضو معلقه صغيره، زعفران لو ما عندكيش مش مهم، حط الطماطم، لحمة مفرومة، بس هي دي الخلطه. الهريسه والزيتون احطهم في الاخر يعني قبل ما تشيليها خالص. ميزه ده، يلا نغطيها ونرجع نحط البطبوط على ال، لسه شويه مخمر وزي الفل. يلا بسم الله. انا عاملاه صغير عشان عايزه احشيه، ممكن تعمليه يعني تقطعي الدوائر دي تبقى اكبر من كده براحتك. خلي بالك ان اللحمه ما بتاخدش وقت كتير، يعني تعصيج اللحمه ما بياخدش وقت كتير قوي، وانا مش عايزاها تنشف قوي، مش عايزه افضل اسيبها على النار لحد ما تستوي بس ما تنشفش، عايزاها تفضل جوسي كده تفضل بميتها. نسيت نجيب ده هنا، نحط الهريسه معلقه واحده بس، وديها زيتون، انا عايزه اوطي عليها خالص. لسه المغرب بقى ومصر معروفين بنفس الحاجة في رمضان، أو اللي هي إحنا بنحب الفواكه الجافة، أرسيا على، بس إحنا الفرق بيننا وبين مصر إحنا الأرسيا بنطبخها في رمضان بناكلها، مش في رمضان بس، بنعمل مثلا لحمة بالبرقوق، الأرسيا بنعمل عليه برقوق، بنحب
التين انا حطاه النهارده على السفره. التين احنا بنقول عليه الشريحه، بنفطر بيه جدا، بنفطر بيه حتى مع الفطار برضه، هو واللبن والتمر وعين الجمل اللي احنا بنقول عليها جرجاع. طبعا احنا بنقول اسامي مختلفه جدا عنكم. خلاص الحشو خلص وبقى زي الفل. سيبه بقى يهدى يبرد لحد ما البطبوط يستوي عشان نعرف عشان نحشيه. عايزه بس صح الميه دي. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل البطبوط ونعمل كويرات جوز الهند. رجعنا بعد الفاصل. افكركم النهارده بنعمل ايه. بنعمل بطبوط محشي لحمه مفرومه، ودلوقتي هنعمل كويرات جوز هند. جوز هند احنا عندنا في المغرب بنقول عليه الكوك. يلا هقول لكم المقادير واخلط في نفس الوقت. احتاج جوز هند وسكر، وسكر ناعم، وبيضتين، و 50 ملي زيت. اوكي ودي السكر. والزيت 50 ملي. بسم الله اوله واخره. تسمي في الاول. ودي البيض. سهله. احنا عندنا في المغرب اغلب الحلويات بتلاقي فيها جوز الهند والسمسم. السمسم في رمضان بالذات بيبقى يعني هو البطل بتاع الحلقه، بتاع الحلقه البطل بتاع الشهر كله. يعني الشباكيه بيبقى عليها سمسم، البريوات باللوز بيبقى عليها سمسم، ايه كمان، سلو برضو عليه سمسم، كل حاجه تبقى عليها سمسم. يعني كل حاجة يعني مع في حاجات بيبقى أساسية في التكوين بتاعها زي الشباكين. السمسم أساسي في التكوين بتاعها، اللي هو السمسم على فكرة احنا بنقول عليه جنجلان مش سمسم. المهم لما تكوني بتعملي فيها لو حسيتي إنها محتاجة يعني المحتاجة جوز هند زيادة ابقي زودي. أنا شايفاها زي الفل مش محتاجة. طيب الصينية لو ما عندكيش اللي هم بتاعت الكب كيك الصغيرين دول، حطي ورق زبده واعمليهم كور وحطيهم، لو عندك استخدميها. طيب نشيل دي خلاص ونبتدي. يلا بسم الله. كور صغيره، كور كبيره، نكبرها شويه عشان صغيره قوي. فبقول لكم على السمسم، السمسم والكوك او جوز هند. انا عايزه بس الاول عايزه اغسل ايدي، اجيب دول الاول اطلعهم وبعدين ابقى اكور. دلوقتي بقى هدخلها الفرن، ولما تطلع هتحط هرش عليها السكر البودره. ما تاخدش وقت في الفرن، على بال ما تخلص هكون انا حشيت البطبوط. ما
صحي بس كده جزء مش كلها. جزء بس تحشي منه. معلقة. اللي حلو في البطبوط ده طبعا انت ممكن تختاري الحشوه براحتك. اللي حلو فيه ان هو خفيف، احنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا في المغرب ما بنحبش نتقل على الفطار، بناكل خفيف جدا، فدي بتبقى خفيفه جدا انها تتاكل. ممكن تعملي تحشيها تونه لو عايزه، او ممكن تحشيها برضو فراخ. الفراخ تجيبي الفراخ تعمليها تشوحي تعمليها فراخ صدور بس، او لو عايزه دبابيس براحتك، بس تبقى طبعا من غير عد. تقطعيها شرايح، ملح فلفل اسود وجنزبيل، جنزبيل وكركم وشويه بصل برضو وشويه ثوم. الفراخ طبعا بتحب الثوم حلو قوي. وتسيبيها على النار لحد ما تستوي، وبرضو تسيبيها تبرد شويه علشان ما تجيش تحطيها في العيش فتكون الفراخ بتطلع ميه كتير، فما تجيش تحطيها في العيش تلاقي العيش في سوري في البطبوط فتلاقيه انه زيت معاكي او تبل معاكي. وممكن جدا كمان في ناس بتبوط ده برضو على فكره ممكن تعمل بالعسل، زبده وعسل، وبيتاكل برضو تاكلي بيه الاكل لو عايزه، يعني وسهل جدا ممكن تاكليه بدل العيش. فاضل واحدة. ونحطها على ترابيزة الفطار الأساسية اللي احنا عاملينها. زي ما قلنا دي الحاجات الأساسية اللي عندنا بنفطر بيها في رمضان. نبص بقى على الكويرات الكوك. ماشي، خلصت. عايزين بس عشان سخنة أكيد نحطها في الطبق ده عشان الألوان، تناسق الألوان. عايزه تسيب تبرد شويه وبعدين تتشال. سخنه قوي وانا مش عارفه اشيلها كده، فاشيلها كده. وتحط عليها سكر ناعم بس، ونزودها هنا. كده بقى زودنا حاجة جديدة لسفرة السفرة المغربية بتاعت فطار رمضان. يا رب تجربوا الحاجات دي وتعجبكم بالهنا والشفا وبالصحة والراحة. ومبارك عواشركم. Thank you.